أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أعلنت النيابة العامة البحرينية إعدام ناشطين رميا بالرصاص صباح اليوم على الرغم من دعوات أممية وحقوقية إلى وقف تنفيذ الإعدام. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه جرى إعدام الناشطين البحرينيين علي محمد العرب وأحمد عيسى الملالي بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير كانون الثاني عام 2017. من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات البحرينية انتزعت من الناشطين اعترافات تحت التعذيب على أيدي ضباط الأمن بما في ذلك التعرض للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب ونزع الأظافر. ما الذي يوجع هذه المرأة وهي تختنق بعبراتها؟ أحمد بريء والله يشهد بريء. وقد فجعت بما ولدت، لكن الله على الظالم. بعد زيارة أخيرة سمح لها لرؤيته وقبل ساعات من إعدام ابنها للسنين الأربع والعشرين أحمد عيسى الملالي. احنا اليوم من خلال كلماتش وجدنا إنش قوية ومتماسكة. الملالي وكذا علي محمد العرب المقارب لسنه نفذت السلطات البحرينية بحقهما حكم إعدام حشدت بالضد منه شتى المسميات الحقوقية الدولية، وقد بوح صوتها بإيقاف ذلك وإعادة المحاكمة في ظل تقارير تفيد باعترافات تحت التعذيب. أعدم الشابان اللذان تكيل السلطات لهما اتهامات باستخدام سلاح ناري لقتل ضابط شرطة عام 2017 وشن هجمات على قوى الأمن بتدبير من قيادات بحرينية موجودة في إيران. الصعق الكهربائي، الضرب وانتزاع الأظافر، فضلا عن الاختفاء القسري والتحرش الجنسي، اللكم على الأنف والفم، الإذلال والضرب المهين، هكذا يبدو التعذيب سيد الأدلة، وقد طال حتى الأطفال يقول حقوقيون. هناك أكثر من 20 شخصا ينتظرهم رمي الرصاص أيضا لاعترافات انتزعت تعذيبا بعد استنفاد مراحل الطعن في أحكامهم تقول تقارير أخرى. السجل الحقوقي للمملكة لا يبدأ من تاريخ بعينه، لكن سنة 2011 يبدو عاما مفصليا هنا، فحينما كان يتنسم البعض ربيعا بين جنبات العالم العربي اتخذ البحرينيون كذلك الطريق ذاته واعتصموا بالساحات كغيرهم ناشدين مسارا سياسيا ديمقراطيا عادلا قبل أن يهد نصب وتذبل آخر زهرات ما اصطلح عليه الربيع العربي. معنا هنا في الاستوديو الدكتور جلال فيروز عضو مجلس النواب البحريني السابق. دكتور، كيف تنظرون إلى تنفيذ هذه الأحكام؟ طبعا يعني الذي يتحدث حول ذلك هي المنظمات الحقوقية الدولية، وأقرأ لك ما ذكرته منظمة العفو الدولية يوم أمس أن الناشط البحريني الذي أعدم فجر اليوم، هذا البيان اليوم طبعا، على العرب تم اقتلاع أظافر قدميه وصعقه بالصدمات الكهربائية، هذا كلام منظمة العفو الدولية، وضربه وإرخامه على تقديم اعتراف كاذب بينما كان معصوب العينين ونفذ فيه الإعدام فجر اليوم. واضح بأن النظام يبدو بأنه أراد أن يعني يركض إلى 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 الأمام وينفي عن نفسه تهمة التهم التي كانت واضحة في وثائقية ما خفي أعظم. أراد أن يبين إلى الأمريكان والأوروبيين بأن هناك ما يدعيه بأنه إرهاب، وهم هؤلاء قد أثبت المحامون بأنهم أبدا لم يكونوا أصلا في موقع ما ادعى النظام أنه، فقط مسألة التعذيب. طيب ما الرسالة التي يريد إيصالها إلى البحرينيين في الداخل من خلال تنفيذ هذه الأحكام؟ طبعا مزيد من تخويف إلى البحرينيين إذا تحركتوا، وأنا جالس معك قبل أن أدخل الاستوديو وردتني الصور والأخبار عن قمح شديد إلى المظاهرات التي خرجت أبان بعد يعني حادث الاستشهاد. يعني تصور حتى مسألة عدم تسليمهم لأهاليهم جثامين هؤلاء الشهداء وأعطاهم. دكتور، لماذا لا تبدو السلطات البحرينية مكترثة بهذا الغضب الداخلي المتصاعد كما تقول، وأيضا بالمواقف الدولية أو صورة البحرين في العالم؟ يعني يبدو بأنه النظام قد أمن العقوبة فيسيء الأدب، لأنه هناك دعم من قبل ترامب
لأن ترامب قدم مسائل الإعدام استجدها في الولايات المتحدة، أيضا النظام في البحرين. حقيقة هؤلاء أريد أن طبعا لأن النظام أيضا يحصل على دعم من السعودية وأبو ظبي ويسير على خطاهما، فإنه يأمن أي عقوبة تنتابه. شكرا جزيلا دكتور جلال فيروز عضو مجلس النواب البحريني السابق.